الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وما أقسام النية؟ الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. فإن قلت وما الفرق بين النيتين؟ ما الفرق بين النيتين؟ الجواب: لقد فرق العلماء بين النيتين بعدد من الفروق. الفرق الأول أن نية العمل توجد بلا كلفة، فمن تصور ما سيعمل فقد نواه، ولذلك سيأتينا قاعدة تقول إن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، ولا يتصور من عاقل أن يفعل فعلا إلا بعد نيته. بل لو أن الله عز وجل كلفنا أن نفعل شيئا بدون نية فعله لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فلا تكلف في إيقاع نية العمل، لأنها تأتي مباشرة من حين ما تتصور ما تريد، تأتيك النية مباشرة. وأما نية المعمول له فهي التي تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومرابطة وتذكير واستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وهي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد كما سيأتينا في الفرق الثاني، وهي التي يسمونها بالإخلاص. فنية المعمول له أي نية قصد وجه الله عز وجل بهذا العمل، فهذه النية لا تأتي مباشرة كالنية الأولى، بل لا بد فيها من جهاد، ولا بد فيها من مجاهدة، ولا بد فيها من تكلف حتى يستحضرها القلب. هذا أول فرق. والفرق الثاني أن نية إيقاع العمل هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء إذا قالوا من شرط الصلاة النية، أي نية الإيقاع. إذا قالوا من شرط الصوم النية، أي نية الإيقاع. وأما نية المعمول له فيتكلم عنها علماء العقيدة لأنها أعظم، وهي التي عقد لها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله أبوابا كثيرة في كتاب التوحيد. فقال: باب من أراد بعمله الدنيا، وقال: باب ما جاء في الرياء. فإذا النية الإيقاع يتكلم عنها الفقهاء فهي حكم شرعي، ونية المعمول له يتكلم عنها علماء الاعتقاد فهي حكم عقدي، فهي حكم عقدي. وبالاتفاق أن ما كان يدخل تحت دائرة الاعتقاد أعظم شرعا مما يدخل تحت دائرة الأعمال والشرائع. ومن الفروق أيضا بين النيتين أن حظ الشيطان من تغفيل القلب، أن حظ الشيطان من تغفيل القلب عن نية المعمول له أولى من حظه عن تغفيل القلب في نية إيقاع العمل، لعلمه بأن فقدان النية الأولى أي نية إيقاع العمل يوجب بطلان العمل فقط. ولكن يعلم الخبيث أن فقدان نية المعمول له يوقع العبد في ماذا؟ في الشرك. وحظ الشيطان من الشرك أعظم من حظه من مجرد بطلان العمل. والقاعدة المتقررة عند إبليس أنه إذا تعارض مفسدتان أوعيا أشدهما، وكان حرص الخبيث على تحصيل أشدهما أعظم وأكبر من حرصه على الأخرى. فإذا حظ الشيطان في فوات نية المعمول له أي نية الإخلاص
أعظم من حظه في فوات نية إيقاع العمل. وهذا يدلنا إلى الفرق الآخر، وهو أن فوات نية إيقاع العمل يوجب بطلان العمل فقط، فمن صلى بلا نية إيقاع الصلاة بطلت صلاته، ومن زكى بلا نية إيقاع الزكاة بطلت صلاته. وأما فوات نية المعمول له فإنه يوقع العبد في ماذا؟ في الشرك، لأنه صرف العمل لغير الله عز وجل. فلا يوقع في البطلان فقط، لا، يوقع في البطلان وفي الشرك. ففائدة الشيطان من فوات نية المعمول له فائدتان، وفائدته من فوات نية إيقاع العمل فائدة واحدة. ولذلك يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من نية التي فاتت واستوجب صاحبها النار؟ هي نية الإخلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسيأتينا شيء من تفاصيل فوات هذه النية بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن المتقرر عند العلماء أن النية المطلوبة في كل عبادة من العبد نية عمل ونية معمول، نية عمل ونية معمول له، وكلا النيتين شرط في صحة كل تعبداتنا، وكلا النيتين شرط في صحة كل تعبداتنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.